نعم، المدرب مرتبط بالنتائج هكذا، والظروف هي التي تقر مسار المدرب الوطني المقبل، سواء كان بيتكوفيتش او بيسيرو حتى كارلوس كيروش او كل الاسماء التي تم تداولها منذ اكثر من شهر. الان عندنا قرابه شهر لما اقصينا من كاس افريقيا امام منتخب موريتانيا يوم 27 على يوم 27 جونفي، يعني رانا في شهر بتمام والكمال منذ اقصاء الجزائر من كاس افريقيا. تسربت وتم الحديث عن العديد من الاسماء، لكن لحد الان الاتحاد الجزائري لم يختر رسميا اسم المدرب الجديد. قبل ان نتطرق الى علاقه اللاعبين، كيف ستكون مع المدرب الوطني الجديد بعد 5 سنوات ونصف كاملة مع جمال بن ماضي؟ نشاهد هذا التصريح للحارس أنطوني موندريا الذي تحدث لمجلة ولصحيفة ويست فرانس، الذي تحدث عن المنتخب الوطني وقال عن إقالة بن ماضي، وقال لو ليسونسمون دو جمال بن ماضي في مال لوي لونترينور دي غارديان مون اوفر لي بورت دو لا سيليكسيون. هذا البرومي شابيتر. دوزيام شابيتر، دي ليان fraternel se sont créés entre nous. Si je suis sélectionné le mois prochain, ça sera la première fois que je vais connaître un nouveau sélectionneur, une nouvelle façon de travailler en sélection. لحد الآن كل شيء مقبول، لكن السطر الأخير il y a du flou à venir. يعني هنالك ضبابية في المستقبل. هل اليوم اللاعبين حسين مترف كيف سيكون كيف ستكون علاقتهم، انت اللي كنت لاعب سابق، علاقتهم بالناخب الجديد؟ هل بعد 5 سنوات ونصف مع مدرب واحد اليوم مع مدرب ياتي مدرب جديد بطريقه جديده معامله جديده؟ هو قال لك يا في ديريا دو فراترنيتي اونترونو، يعني اخوه كانت بيننا وبين الطاقم الفني. لكن انا صراحه ما لم يعجبني هو الجمله الاخيره، يا دو فلو الافنير. لماذا؟ هل هؤلاء اللاعبين مرتبطين بمثل هذا الحارس، مرتبط بالدفاع عن قميص المنتخب الوطني، او هو مرتبط بالدفاع عن الناخب الوطني؟ اعتقد بانه تتحدث على الضبابيه في المستقبل، يعني انت مرتبط بالناخب الوطني السابق ولست مرتبط بالمنتخب الوطني. واي واحد، اي شخص ممكن يفهم جيدا تصريحات هذا، هو مراد تصريحه ام انا مخطئ؟ لا ادري. شوف ميدو، هو تكلم على الطريقة اللي كان فيها في المنتخب الوطني، كيف يعني تم إشراكه، كيف تم إعطاؤه الثقة واللاشانس هذه، يعني وين هذا المدرب الناخب الوطني السابق هو اللي تكلم مع هذا المدرب وأعطاه له الثقة وباشر، يعني في مباراة السنغال يعني دار مباراة كبيرة. لكن هذا الحارس يعني لازم يريح في نطاق يعني الرياضي، ما يخرجش يعني عنه، لان حياه يعني اللاعب كره قدم او حياه نادي دائما ما يكونوا فيها متغيرات، دائما ما يكون مدرب يجي مدرب يروح، مدرب كما تكلم لك محمد يفشل في المهام تاعو، مدرب ينجح في المهام تاعو، هذه ليست نهايه العالم، هو يدرك جيدا هذا. لكن ما ننساوش ان هذا الناخب الوطني يعني ترك البصمه تاعو في المنتخب الوطني، سواء من النتائج الايجابيه او السلبيه. يعني طول أن في الجزائر يكون مدرب يريح 6 سنوات، قرابة 6 سنوات في المنتخب، هذا شيء جد كبير بالنسبة له. يعني هناك عدة أشياء، يعني الواقع نقدر نقول لك هاد اللاعبين ما راهمش حنا يتقبلوا عدة أشياء، لكن اللاعبون ليس هنا لتقبل الأشياء من عدمها. هذا ليس فارق حسين، هذا ليس نادي، هذا منتخب. أنت تأتي ملزم بالدفاع عن المنتخب الوطني وتأتي للعمل من أجل مصلحة الرأي الوطنية. إن لم يعجبك شيء بإمكانك أخذ لا روتريت انترناسيونال ديالك ولا تأتي، لأنك لما تأتي للدفاع عن المنتخب الوطني يجب أن تأتي برغبة وقوة، ليس للدفاع عن أشخاص وإنما للدفاع عن راية الجزائر، لأن الأشخاص من 62 والناس تروح. ميدو، نعطيك دليل. لما قاموا بجلب الناخب الوطني رايفاتس، كان هناك مشكل بين رايفاتس وبعض اللاعبين الكوادر. كان عنده مع لاعب واحد، لا لاعبين، لاعبين صرا مشكل مع لاعبين، وراح هذا المدرب ولا ما راحش؟ راحوا من بعد هذا المدرب. هذا ماشي اللاعب اللي قال لي، كانوا لاعبين ماشي اللاعبين اللي قدموا اللي قالوا المدرب سي البريزيدون في ديراسيون. لا، حتى هو من قرار نفسه قرر. هو كان عنده مشكل مع لاعب، كان صراحه مشكل. انا على بالي واش راني نتكلم لك. نعم، انا على بالي كي نتكلم لك هكذا عندي لانفورماسيون 100%. نعم، على بالي. دار مع لاعب سي فري، ومن بعد سي نورمال الناس تقول لك، شايف الناس تقول لك كان مع بوليميكي، شكون الناس تحب تحصل، فهمت؟ البارح تكلمنا على السوجي هذايا، تكلمنا على السوجي هذا. بون، سالني رضوان قلت له انا هذا ماشي المشكل ديالي، وديجا
حكايه شغل عندها من 2016 واقيله على ما اظن. فهمت ما تتكلم عليها شغل صعيب هذه. كمل حسين. شوف غرف تغيير الملابس صعبه ميدو خاصه في المستوى العالي، هناك لاعبين عندهم اسماء، هناك لاعبين يلعبوا في اعلى النوادي في اوروبا، لازم يكون مدرب عنده شخصيه كما تكلم محمد، مدرب اللي يعرف يوصل الرساله، مدرب اللي يكون هو يعني قائد، هو الربان، قائد كما يقولوا الجوق، هو قائد يعني السفينه هذه، لان منتخب وطني تطلب دائما مدربين يكونوا عندهم يعني تكون عنده خبره كبيره في هذا المجال، وهادو البيسيرو او بيتكوفيتش لا اظن ان هناك لاعبين سيجرؤون معاهم. لماذا يعني لازم، لماذا المشكل هذا تاع المدرب يطرح؟ لان باش تجيب يعني مدرب ويكون يشرف على لاعبين اللي يلعبوا في مستوى عالي، ولاعبين اللي يتقاضوا اموال كبيره، ولاعبين اللي عندهم يعني السي في تاعهم كبير، لازم مدرب كبير باش ما يكون حتى ما يكونوش انشقاقات. مانيش نقول لك انا اللاعبين عندهم الحق انهم ما يختار اللاعب، ماشي هو اللي يختار المدرب. كاين هناك فيدرالية، كاين هناك مديرية فنية، كاين هناك اشخاص عينوهم اللجنة التي تم تعيينها وغيرها من الامور، هؤلاء من يختارون، انت تطبق فقط كلاعب. وهذا هو المشكل اللي صرا مع الناخب الوطني القادم، وين كان كل شيء يمر عليه. هذا كان خطأ من جانب إدارة يعني من جانب الفيدرالية، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نعم، رئيس الفيدرالية، وهذو اشياء ميدو اللي خلاو دائما يكونوا مشاكل في الفيدرالية. نعم ميدو، حبيت نسقسيك، تفضل. في نفس السياق اليوم احنا البارح تكلمنا وكان معنا محمد في حصه تاع 100% فوت. اليوم اللاعب هدايا، اللاعب هذا انت واش تكلمت حقيقه، انت راك راح تلبس تتقمص الوان القميص المنتخب، القميص الوطني، جيت مثل الجزائر ما عندكش دروة انت تقول فلو ولا انت واش، انت ما راكش تشوف المستقبل. اسمح لي كاينه حاجه، نجبدوا لاعبين، جبدوا لي زونسي هادو محرز سليماني بن سبعيني مندي، شحال جاز عليهم مدرب في المنتخب الوطني عاد من 2012 هاد اللاعبين 2012 2013 وهما في المنتخب الوطني. سليماني اللي اخبارهم اخدمهم فغولي فغولي بولحي، هادو كم من مدرب مر عليهم ولا واحد تحدث فيهم. صح اسمع، اليوم انت يا موندريا ماشي معناتها كي عيط لك الحارس هذا ولا الناخب الوطني السابق عيطوا لك الفريق الوطني معناتها تريح معك حياته كاع معاه في المنتخب. اليوم هادو ما كاين اسباب علاش الناخب الوطني راح اليوم هذا، شغل حبيب بينا باللي شغل ما كاش فرق بين مدرب ولعب، وهذه سنه الحياه تاع كره القدم، هذه سنه اللاعبين، هذه سنه في الحياه. قال خويا اليوم راك جوا تخدم مع المدرب هذا، تخدم مع لاعبين، اليوم لاعب راك في فريق تغادر الفريق هذا تروح للفريق الاخر، كيف المدرب تستمر الحياه نعم. هو هذا حاب يرجع، انا زعما شغل خلاص زعما كيما قلت انت تكلمت من 62 جاو لاعبين، جاو دي زونترينور كاين اللي ماتوا الله يرحمهم، ومن بعد تولي خويا يقدم المنتخب الوطني حاجه مليحه نشكره، واللي خفق قال خويا هذه هي سنه الحياه وهذه هي قاعده تاع كره قدم.